السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، سوف أقدم لكم نموذج فرض كتابي المحروس رقم 3، مادة العلوم الفيزيائية، مدة الإنجاز ساعة واحدة. إذا بالنسبة لهذا الفرض هذا كيتضمن 3 دروس الأخرى: التفاعل الكيميائي والمواد الطبيعية والصناعية وكذلك تلوث الهواء. إذن بالنسبة للتمرين الأول فهو يتضمن استرداد المعارف. إذن أجب بصحيح وخطأ بوضعه في علامة في الخانة المناسبة. انصهار جليد التفاعل الكيميائي، يتفاعل الأكسجين مع الحديد والكبريت لينتج كبريت الحديد، كل احتراق فهو بالضرورة تفاعل كيميائي. تفاعل الحديد والكبريت عبارة عن احتراق، تنخفض الجزيئات أثناء التفاعل الكيميائي، لا ينخفض عدد الذرات أثناء التفاعل الكيميائي. ثنائي الأكسجين مادة لا يوجد مثيل صناعي لها، تتم عملية تكرير البترول عبر مجموعة من التفاعلات الكيميائية. ثانيا، إملاء الفراغ بما يناسب، نعبر عن التفاعل الكيميائي ب، ويجب أن تكون متوازنة. نستعمل في حياتنا اليومية نوعين من المواد، ومواد يستخلصها من خلال تفاعلات. عرف ما يلي: تلوث الهواء، تفاعل كيميائي. إذن التمرين الثاني فهو تطبيق لقوانين التفاعل الكيميائي. دونك نحرق 5 غرام من المغنيسيوم Mg في 4 غرام من ثنائي الأكسجين O2 فينتج أكسيد المغنيسيوم MgO. عبر كتابة عن حصيلة هذا التفاعل، يعني تعبير بكتابة المعادلة. عبر بمعادلة كيميائية عن هذا التفاعل. إذا هنا سوف نعبر عن التفاعل بكتابة رموز الذرات والجزيئات التفاعل. بطبيعة الحال ستكون متوازنة. هل المعادلة متوازنة؟ علي جوابك. إذن جدول التحقق أو حساب عدد الذرات المتفاعلات وكذلك عدد الذرات النواتج، وحسب كتلة أكسيد المغنيسيوم الناتج. إذن باعتماد قانون حفاظ الكتلة سوف يتم حساب كتلة الجسم الناتج. وزن المعادلات الكيميائية التالية: الحديد زائد O2 كيعطينا Fe3O4، N2 بلس H2 كيعطينا NH3. التمرين الثالث: أثناء احتراق 36 غرام من غاز الإيثان C2H6 في 56 غرام من ثنائي الأكسجين O2، يتكون 44 غرام من ثنائي أكسيد الكربون وكتلة M من بخار الماء. أولا، عبر كتابة عن حصيلة هذا الاحتراق، اكتب معادلة هذا التفاعل الكيميائي يعني باستعمال الرموز. هل هذه المعادلة متوازنة؟ علي جوابك. دونك إذا ما كانتش متوازنة فيجب موازنتها. إذا وازن المعادلة الحصيلة باستعمال قانون انحفاض الذرات نوعا وعددا. إذن نتمنى لكم التوفيق والنجاح في المسار الدراسي وكذلك في إنجاز الفرض الثالث في مادة العلوم الفيزيائية. وموعدنا في فرصة قادمة بحول الله.